بسم الله الرحمن الرحيم. يا بنت خضتيني. بتعملي ايه يا مرات عمي؟ ولا حاجه. هعمل ايه يعني؟ اتخضيتي ليه؟ شفتي عفريت؟ ده انا بني ادمه حتى زي زيك اهو. ايه دي؟ هو في ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ واقفين كده ليه؟ مفيش حاجه يا ماما. اصل يعني كنت عايزه اخد ودي كده مع مرات عمي شويه، اصلها وحشاني قوي. صح يا مرات عمي؟ صح يا اختي. صح. طب تعالي بقى، تعالي افرجك على الفيلا، هتعجبك قوي. تعالي. هو ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهمه حاجه. في ايه؟ ايه يا بنت مالك؟ تعالي. ها؟ عيب والله العظيم عيب. لما انا اللي لسه ما طلعتش من البيضه شفتك بتعملي كده. امال لما اكبر وابقى في سني كده قدك يا حاجه، اللي زورتي بيت ربنا على حسب ما سمعت، اعمل ايه؟ انت فاهمه غلط. لا انا فاهمه صح كويس قوي، وعارفه ايه اللي بيدور في دماغك. عايزه تعرفي ايه؟ قوليلي هجاوبك على فكره. اقولك على حاجه، اصلا الوحيده اللي في البيت ده اللي عارفه كل باب مقفول بيتقال ورا ايه. فلو عايزه تعرفي حاجه اساليني انا. خبريه بنت كريمه، لعلمك انا ما كنتش بصنط، وكنت هدخل اطمن على ابوكي. والله تعدي يا بنتي وانت بتتكلمي معايا، والا قسما بالله. كملي. هتعملي ايه؟ عامه انا مش هقول لهم انت كنت بتعملي ايه. عارفه ليه؟ عشان احنا ما عندناش حاجه نخاف حد يسمعها.